بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن أسود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم أحد العينات التي درستها في مختبري في السابق. طبعا هذا أحد العينات التي درستها في السابق، وهي عبارة عن عينة من أحد النباتات التي يعني تتكاثر بنسبة كبيرة جدا في فصل الشتاء. وطبعا هذا النبات يعني يتكاثر في موسم المطر، وينتشر بنسبة كبيرة جدا مع النباتات الزهرية والنباتات الصحراوية أيضا والنباتات الشوكية، وأيضا متكيف بنسبة كبيرة جدا. طبعا هذه العينة تقريبا عمرها لا يقل عن سنة وفي المحلول الحافظ. وطبعا العينة عبارة عن أنسجة من هذا النبات التي درستها. طبعا درست أمراض متعددة في هذا النبات، ممكن تصادف إذا كنت بتدرس شتى أنواع النباتات، تصادف فيها ميكروبات وطفيليات وبكتيريا وفطريات، وتلقى يمكن طفيليات دودية، ممكن تلقى أنواع أخرى. بس لاحظت أن هذا النبات يعني يتحمل درجة البرودة المرتفعة، مثل 5 درجة الحرارة، 1 درجة الحرارة، ممكن يتحمل 0 درجة الحرارة، لكنه يعني يموت في المستويات العالية للحرارة، مثل 47 درجة الحرارة في فصل الصيف، أو مثلا 50 درجة الحرارة. لا تتحمل هذه النباتات هذه الحرارة المرتفعة جدا كونه يعيش في فصل الشتاء. طبعا النبات حصلته موجود في مدينة الأحساء في أحد الصحاري بجانبها مثل ما تلاحظون. طبعا ينتشر بنسبة كبيرة جدا، حاليا حصل له تليف في النسيج كونه بدأ يتحلل. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم الأمراض اللي اكتشفتها في فيديو آخر من البكتيريا والفطريات وأنواع الفصائل الأخرى تحت المجهر، وإن شاء الله نشوفكم درس قادم.